يواصل الأطباء الجزائريون حراكهم الاحتجاجي للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية بعد فشل حوارهم مع وزارة الصحة، والموعد هذه المرة كان من ولاية وهران، أين نظم قرابة 20,000 طبيب وقفات سلمية جاءوا من مختلف ولاية الوطن. اليوم رانا لهنا في الاعتصام الوطني تاع أوروح، جينا من ستيف ريبريزونتي وستيف بان دافعوا على القضية تاعنا. احنا من أجل تحسين خدمة المواطن والمستوى تاع الخدمة يعني تاع الأطباء. كاين توت لي ولايا سون لا، لي ميديسان لالجيري كاملة إيل سون لا، دونك أون أيمري بيان كو لو بوبل أوسي نو سوتيان. في السيرفيس في كاع المستشفيات الجزائرية، المريض راه يموت وما كاينش اللي يحس به. عنابة هي الأخرى، شهدت خروج المئات من أصحاب البدلة البيضاء تنديدا بما سموه الممارسات المهينة التي يتعرض لها الطبيب. هذا يوم احتجاجي في ولاية عنابة مساندة للطلبة الأخصائيين لي ريزيدون اون فوت فورماسيون. أنا راني نمثل الأطباء الأخصائيين القطاع الخاص، ما نقدروش نشوفوا أنه الحالة تاع الطلبة راهي حالة مزرية ونغمدوا عينينا. كحكماء نتسم بالحكمة الكافية لكي لا نجعل التصارع اللي يحبوا يفرضوه علينا أنه طبيب مقابله شرطي. احنا هنا أولا رانا من أجل المواطنين، والشرطي أيضا من أجل المواطنين. جنوبا إلى ورقلة التي شهدت مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة لتنتهي بوقفة احتجاجية داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف. pour dire non à la violence et pour le soutien total et absolu des médecins résidents. Nous demandons au ministère le retour au dialogue. Le retour au dialogue, le retour au dialogue. نرسل رسالة إلى الوزير أننا هنا واقفون ولن نتوقف إلى غاية تحقيق المطالب الكاملة لكل أطباء المقيمين، خاصة بما يتعلق بالخدمة المدنية والخدمة العسكرية واسترجاع كرامة الطبيب. مع استمرار وزارة الصحة بالتغاضي عن بعض المطالب بحجة عدم القدرة على التجاوب معها، يطرح السؤال الآن، إلى أي مدى سيتواصل مسلسل احتجاجات الأطباء المقيمين؟